وسط تحديات زيادة المعروض من الخام وتباطؤ الطلب العالمي على النفط، عقدت منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس اجتماعيهما الوزاريين عبر تقنية الفيديو بهدف تحديد معدلات الإنتاج خلال العام القادم. المزيد من خلال هذا التقرير. وسط تحديات زيادة المعروض من الخام وتباطؤ الطلب العالمي على النفط بسبب التبعات السلبية للأزمات الجيوسياسية الحالية، عقدت أوبك وأوبك بلس اجتماعيها الوزاريين عبر تقنية الفيديو كونفرنس بهدف تحديد معدلات الإنتاج خلال العام القادم. الاجتماع الوزاري لتحالف أوبك بلس قرر الإبقاء على معدلات خفض الإنتاج المتفق عليها في اجتماع يونيو الماضي بمقدار 3.66 مليون برميلا يوميا، أو ما يعادل 5% من الطلب اليومي العالمي على النفط حتى نهاية العام القادم. رغم قرار تحالف أوبك بلس تثبيت معدلات التخفيضات الحالية وترك المجال لكل دولة لكي تتصرف بشكل طوعي فيما يتعلق بالتخفيضات، لأنه في ذات الوقت ترك الباب مفتوحا لكي يجتمع بشكل استعجالي للنظر في الوضع الجديد إذا ما اقتضى الأمر ذلك، لكي يتخذ قرارات تتناسب مع مستجدات الوضع الرائع. وإضافة إلى ترك المجال مفتوحا للدول الأعضاء في تحالف المنتجين بغية المساهمة بشكل طوعي في خفض كميات أكبر من إنتاج النفط تضاف إلى التخفيض المتفق عليه في الاجتماع السابق، رحب المشاركون بانضمام البرازيل إلى تحالف أوبك بلس. وهنا لابد من الإشارة إلى أن التحالف تدعم بانضمام البرازيل إليه ابتداء من 2024، وهو أمر هام جدا بالنسبة إليه. قرار وزراء تحالف أوبك بلس خلال اجتماعهم الافتراضي اليوم أكد مجددا حرص التحالف ومساهمته الفعالة في بقاء الأسعار عند مستويات مقبولة للمنتجين. عبد الرحمن ششاري من أمام مقر منظمة أوبك، تلفزيون دولة الكويت.